مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. نورين قناتي، الله يسعدكم كلياتكم. اليوم حابه اسوي لكم فيديو مختلف عن الروتين العادي مثل ما تعرفون، بنفس الوقت ما لازم اقطع عن هاي القناه. فاحنا بالنسبه لنا حابين نسوي مناسبه بسيطه تخص حمودي وثريا، لانه من زمان يعني ولا مره سوينا لهم هيك شيء، او خلينا نقول حفله بسيطه هيش متواضعه على انه بس فرحه للولاد. وبنفس الوقت احنا قررنا نسجلهم بالمدرسه، وحاليا جاريه الامور بتسجيل المدرسه وهذا الشيء. فحبينا نسوي لهم مناسبه شيء تخص عيد ميلادهم يلي ولا مره سويناه، وبنفس الوقت شيء يخص المدرسه. راح نجمع اثنين مع بعض ونسوي لهم حفله بسيطه، بس مو على هاي القناه طبعا، راح تكون الحفله على القناه العائليه، بس راح تكون الهديه شيء يخص المدرسه. فانا حبيت اشارككم هاي الفرحه، وحبيت انا وانتم نختار الغراض يلي راح نجيبهم. ما راح اذكر اسمها لان لربما حدا يسمعني تعرفون انتم، فخليكم مع الفيديو لا تعرفون شنو هن وش راح تكون الهديه. راح تكون شيء لا لعبه يكسرونها ولا شغله، راح يكون شيء عن جد مفيد، وبنفس الوقت متوقعه كثير راح يفرحون على هذا الشيء. وعن جد ولدي من الناس يلي ينبسطون بهاي الشغلات. فحبكم كثير، تابعوا الفيديو وشاهدوه للنهايه، ولا تنسون تحطوا لايك، واذا مو مشتركين يا ريت تشتركون، واحبكم كثير. بما انه جيت على الماركت راح اخذ حتى لوازم البيت، يعني مو شرط بس الجاية مشان القراضي اللي قلت لكم عليه. اما حاليا يا غوالي نجي على الشغلات المهمة اللي هي شغلاتي اللي جاية على اساس مشانها. هذا حسيت ان حلوات صح؟ راح اخذ لهم من هذن. هذن شغل الرياضيات، لازم اخذ واحد هيج وواحد هيج لحتى يظل اختلاف بين الدفترين. هذا وهذا طبعا بداية هيج راح يكون، لانه بعدين بس نسجلهم نظامي يعني زاد المدرسة راح تطلب شيء ثاني نرجع نجيبه. بس بداية احنا نعرف الدفتر والقلم اهم شيء يكون بالشنطه. هذا زاد حلوات بس احس ما راح ارغب لهن زيادة. راح نشوف من ناحية الاقلام، الاقلام والمحايات والبرايات والشناتي. هنا المهمة صعبة يا بنات، والله هاي حلوة. ها هاي اكثر شي شغل البنات، ماني شايفة احلى منها. شوفولي اذا شايفين احلى. طبعا هذا النيش رسمات مال هالموديل، هذا نفس الشي زاد مال هالموديل خالص. شوفوا من دون موديل ولا رسمة، فاني يعني لازم اني اخذ شي له رسمة مثل هاي يعني. بس دقيقة، حسيت الدفتر أكبر من الشنطة. لا لا يصير إن شاء الله. هاي لثريا بما إنه تحب الأميرات كثير كثير، وقع بحيرة ما يعلم بها غير رب العالمين. حس لو حاطين صورة بطل أو هيك شي أحسن من تكون صورة كلب، صح؟ صح. معقولة بي غيرهن؟ هاي والله هاي حلوة، ها أحسن ما تكون صورة كلب. وهاي زاد حلوة بس هاي حسها ثقيلة، هاي ثقيلة بالحيل، ما حبيتها، وتجي معاها شنطة صغيرة يعني شغل كبار بالحيل. احنا بدنا شغل كياتة يعني، فخلص هذا حسيت أحلى شي من ناحية الشناتي يا بنات. ايوه
هذا انا صراحه ما عرفت ليه ايش، بس احسن ما اخذ كل واحد قلم، ايش رايكم اخذ دسه احسن؟ صح، اخذ دسه اقلام رصاص. هذا اللي اللمعه ما ينفع، برايات راح اخذ لهم كل واحد برايه زهريه وزرقاء او بلا زرقاء، هاي من لون شنطيته. هذا اتوقع كتاب قصه او هيك شيء. ها رسم، رسم لازم يلوروني. طبعا يا بنات منيت الاقي دفتر رسم بس بيه رسومات هما بس يلونونها، قاعد الاقي دفتر رسم فاضي لانه هذا يعلم عن الرسم اكثر يعني كبدايه، واحنا جايبينهم منهم من قبل. ما اعرف اذا هذني يشبهنهم، بس هذن كانه قماش شلون يتلون. ها اي هاي تكون رسمه واحده هم يلونونها فاحنا نعلقها على الحيط يعني بمثابه انه كزينه، انه اول رسمه يلونها ابني يعني. هاي خذينا برايات أقلام، لا هذا ما بنيان، أقلام شنيار بي موجودات عندي. أقلام التلوين هذن كل واحد وحدة. يا ويلي والله شكلنا راح نكيف، وراح اخذ لهم تبعت الحساب زاد تلزم، مع انه انا ماني شاطره بالحساب يعني، بس عمر راح يكون هو ال... هذا انه زياده عدد على الفاضي، ما دعت حالي ايش خذيتهم الصراحة. عجب خذيت اقلام كأنه ماني ماخذة، راح اخذ هذن كل واحد واحد. المقص حاليا ما راح يلزمها. هذن اتوقع محايات، زاد يزبطون كل واحد وحده. طبعا في شغلات كثيرة لسا ما اعرفها، راح اتعرف عليها بعدين. Böyle uzanıyor değil mi set? Uzuyor ya. Köpük değil değil mi? Yok değil. Yani orijinal yani. ما بيش يخص العشاء خالص يعني، حتى اروح لحظة اتعذب بالطبخة مرة ثانية. يلا عمر راح يجيب جاتو يعني وهيك شغلات، فاتوقع انه راح تعدي على الفلوس يعني. واخيرا لقيته، انت المره جيت ما لقيت منه. بنات بما اني جيت جوز اخذ معطر، ايش تنصحني باكثر شيء من هاي الماركات؟ بدي شيء مستخدمات وانتن طبعا. لازمني ملح مشان الجلايه. وين الملح؟ ملح ملح ملح. هذا معقولة؟ أنا أقول الملح عيفه لي عمر. هذن الاثنين معطرات.
لا على بالي شي مره اجرب هذان. هاي يا غوالي راجعة على البيت. عمر دا يضحك علي من فوق لأنه حسني تأخرت شوي، والله تأخرت كثير مو شوي، بس هالمشكلة وين؟ شلون بدي اطلع بيهن على الدرج؟ هلاك يا غوالي. وصلت على البيت، اشتغلت كم شغلة وبدي اختم معاكم الفيديو. طبعا الكيكة جاهزة، ما سويتها على ايدي لانه هاي المرة شوي تعبانة، فقررنا نجيب الكيكة جاهزة، وهي قلت لكم يعني هي شغلة بسيطة ان شاء الله. ومشان الهدايا يجوز ما شفتوهن علي يعني كاملات، وبنفس الوقت لسه حمود وطريه ما شافوهن، راح اغلفهن واجهزهن، والكيكة راح اخلي لكم اياها زي المفاجأة بالفيديو الجاي، راح يكون على قناتنا العائلية. ثاني يوم من نزول هذا الفيديو راح ينزل الفيديو، فإذا ما حطيتم لايك وما اشتركتم بالقناة يا ريت تسوون كل هذا. يسعد قلبكم، ليه نقولكم مع السلامة، نشوفكم على خير.